إذن في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش يمكن لنا نصيبو دي باج او البطاقات ديال الانخراط، سواء ديال الجمعيات، سواء ديال النوادي التربويه بالمؤسسات المدرسيه. كيفاش نصاوبو حنا هاد البطاقات او هاد الباجات هذا باستعمال الخاصيه ديال البيبليك بوستاج اللي كيعبو وفرها لنا البرنامج ديال الوورد. اذا كنعرفوا حنا بان البيبليك بوستاج تيمكننا اننا نخدمو على موديل واحد، سواء مثلا كنا بغينا نديرو شواهد تقديريه او شهاده اتمام مساقات معينه اثناء دورات تكوينيه مثلا، يمكن لنا نخدمو على موديل واحد ونخليو الوورد باستعمال الخاصيه ديال البيبليك بوستاج انه يصوب لنا الجميع المنخرطين شهادة تقديرية بنفس الموديل الواحد اللي احنا خدمنا عليه. اذا انا كنخدم موديل واحد والوورد تيخدم ليا هذوك الموديل هذوك الشواهد الاخرين كاملين، الله يجعلها ما تكون 1000 ولا 2000، يعني غنخلي الوورد هو اللي غادي يخدم. الجديد في هذا البيبلي بوستاج، هنا كنا كنخدموا بالبيبلي بوستاج العادي، هو انه كيحط لنا الاسم، كيحط لنا مثلا لا دات دو نيسونس، كيحط لنا مثلا لادريس، كيحط لنا الارقام الهواتف ولا تواريخ ازدياد الى غير ذلك. الجديد هنا هو انه كيفاش يمكن ليا نخدم بالبيبلي بوستاج مع اضافه كذلك حتى الصور ديال هذوك المنخرطين. إذن هذا هو الجديد في هذا الفيديو هذا. إذن اول حاجه هناك مجموعه من الخطوات خصني نحترمها وخصني نديرها، لانه الا ما احترمتهاش هذه العمليه ما غاداش تكون عندنا، ما غاداش تستقلين. إذن اول حاجه كنقوم بانشاء واحد المجلد، كنكري واحد الدوسي، وهذا الدوسي هذا غادي نحط فيه الماتيريال ديالي كامل. ما يمكنش مثلا نحط واحد الحاجه خارج هذا الدوسي وحاجه داخل الدوسي وفي الاخر راه ما غاديش تخدم ليا، ما غاديش تصدق ليا هذه القضيه هذه. اذا شنو الماتيريال اللي عندنا؟ اولا هذوك الصور، انا الصور ديال المنخرطين. اذا هنا كنلاحظوا غير هنا دي زافاتار دي زيكون هنايا مثلي شارجين، اللي على اساس انهم غادي يكونوا هما الصور ديال هذوك المنخرطين وغنديرهم في الدوسي. انا مدير واحد الدوسي سميتو بيبليك بوستاج وان سو دوسي سميتو بادج، حطيت فيه هاد الصور هذا. ثم بعد ذلك غنصاوب لا ليست ديالنا. كنعرفوا بان البيبليك بوستاج كيعتمد على واحد القاعده ديال البيانات خارجيه، واحد لا باز دو دوني اكسترن. كتقدر تكون هاد لا باز دو دوني اكسس ولا اكسل، وغالبا كنخدموا بالاكسل. ثم غادي يكون عندنا الدوسي ديال الوورد اللي هو غادي يصاوب لينا البيبليك بوستاج. اذا نجيو نشوفوا لا باز دو دوني اللي على شكل اكسل، هي هذه. اذا كنصاوب الجدول ديالي فيه البيانات اللي غنبغي انا نبينهم في هذاك البادج ولا في هذيك البطاقه ديال الانخراط. عندي مثلا هنا لو برينون، عندي هنا لو نون، لا بروفيسيون، لا دات دو نيسونس، النيميرو داديزيون يعني رقم الانخراط، لادريس، لا فيل، وهنا عندنا الصور. اذا كنلاحظوا هنا بان الصور اللي عندي هنايا انا مسميهم، مثلا انت تقدر تسميهم بسميه ديال كل شخص باش يمكن لك تعرفها، باش تقدر تحطها مقادة مع الاسم والنسب ديال كل واحد. انا سميتهم غير هكا 1 2 3 4 5، وخصك تعقل على هاد الاسماء ديال كل واحد. دونك كنجي هنا، اذا كنلاحظوا هنايا مثلا بالنسبه للمنخرط الاول عندنا الصوره اللي ملائمه لي مثلا اللي غادي تكون عنده هي 2.png وهكذا. اذا كيفاش كيمكن ليا انسيري هاد لو شوما ولا هاد لو ليان ديال الصوره في هاد لي سيلول الخاصه بلي فوتو؟ كنجي مثلا المنخرط، كنجي لا سيلول اللي فيها لا فوتو، كندير واحد كليك دروا وكنجي ليان.
الا ملي كنجي ليان مادام انا حاط كل شيء في نفس الدوسي غادي يجبد ليا اوتوماتيكمون الدوسي ديالي وغادي يقول ليا اختار الصوره. انا غادي نختار الصوره اللي ملائمه لهذا الشخص مثلا، غنكون مسميها بنفس الاسم ديالو. انا غادي نختار هنا الصوره رقم 16 مثلا، غادي نكون مسميها مثلا هاد الاسماء غير اعتباطيه مثلا رايان السهلاوي، وغندير اوكي. اذا كنلاحظ بانه ها هو ضافت لي هنايا لو شومان والاسم ديال الصوره. اذا كتكون هذه هي العمليه اللي كندير، دونك طريقه ادراج المسار او المسارات ديال الصور بهذه الطريقه. دونك كليك دروا وكنديروا شومان وكنديروا لو ليان، دونك كدير ليان كتختار الصوره وكدير اوكي. ملي كتسالي من هذه العمليه هذه صافي، الان كنقوم بالحفظ ديال هاد الفيشي هذا اكسل، يمكن لي نسدو ما بقى عندي ما ندير به. اذا ها هو هنايا لا ليست ديالي مصور. دابا غادي نجيو الملف ديال الوورد ديالنا، اذا نصاوبو لا ميز اون باج ديالو. غادي نجي نصغر واحد شويه، غادي نجي للبيبليك بوستاج. اذا البيبليك بوستاج، اذا اول حاجه غنجي لهنا الجروب ديماري لا فيزيون اي لو بيبليك بوستاج، وغادي نختار. اذا باش نصاوب انا دي بادج راه عندي هنا غادي نختار قضيه ديال الاختيار ديال لي زيتيكات. راه عندنا لي ليتر وعندنا لي زونفولوب، لي ليتر كيخدم كل وحده بوحدها، حنا غنشوفوا لي زيتيكات باش يخرج ليا دي بادج بزاف ديال لي بادج في لا ميم باج، باش نسهل على راسي الخدمه وباش تكون عندي في لامبريسيون تكون القضيه عندي سهله. دونك غادي نختار ايتيكات. ملي كنختار ايتيكات كيخرج عندي واحد لاسيستون هنايا. هاد لاسيستون غادي نحدد ليه مثلا في لا ديسكريبسيون ديالو باش نمشي للفورنيسور دي زيتيكات. انا اختاريت الافيري A4 A5، هنا راه غتلقاو مجموعه من الاختيارات. اذا انا كنختار افيري A4 A5. في الافيري A4 A5 غادي نمشي لواحد النيميرو دو ريفيرونس جي 47 94. ملي كنختارو مثلا هنايا كيعطيني لا ديسكريبسيون ديال هاد الريفيرونس شحال فيها. عندي في لاوتور ديالها 6.35 ولا لارجور ديالها 9.91. اذا انت كيمكن لك تبقى تقلب هنا في هاد لي شوا. اذا هنا كنلاحظوا بان انا ملي اختاريت جي 47 92 عطاتني في لاوتور 2.96 وفي لارجور 6.35. دونك انت غتبقى كتختار كتقلب حتى كتختار او تلقى هذوك المقاسات اللي بغيتي نتايا، او لا ما لقيتيش المقاس اللي بغيتي راه كتجي هنا نوفيل اتيكيت، وهنا راه خاصك هنا كاينه شويه ديال الخدمه. دونك خاصك تحدد ليه لي مارج، لي مارج سوبيريور و لي مارج لاتيرال اكسيتيرا، وتحدد ليه لاوتور ديالها ولا وكتزيدها، وتقدر تسميها مثلا ما مون اتيكيت باغ اكزومبل ولا شي حاجه ديال. دونك انا غادي نختار هاد جي 47 94 وغنقول ليه اوكي. اذا كنلاحظ بان الوورد في البيبليك بوستاج قسم ليا لاباج ديالي، اذا 2 4 6 8 ديال لي زيتيكات. دونك 8 ديال البطاقات، 8 ديال الباتشات، اذا نسميها كما بغينا نسميهم. اذا هنايا غيولي كل صفحه فيها 8 ديال لي زيتيكات. مزيان، الان غادي نحدد ليه لا باز دو دوني ديالي، يعني هاد البيبلي بوستاج او هاد الوورد منين غيجيب المعلومات باش يحطهم ليا يقادهم ليا في هاد لي زيتيكات هنايا. دونك غادي نمشي لا سيليكسيون ديال لي ديستيناتير وغنقول ليه ايتوليزي اون ليست اكزيستانت. هاد لا ليست ديالنا هي اللي شفنا في لا باز دو دوني اللي عندنا في الفيشيي اكسل اللي محطوط في الكرون دوسيي بيبلي بوستاج والسو دوسيي بادج. ها هي لا ليست ديالي اللي مصوبه بالاكسل اللي شفنا كيفاش كندرجو فيها المعلومات زائد الصور. اذا كنسيليكسيونيها وتندير ليها اوفرير. اذا انا عندي غير اون فوي وحده هي هذيك، كندير اوكي. مزيان، اذا كنلاحظوا بانه ها هو يبدا كي الوورد بدا كيقسم ليا لي زيتيكات ديالي. الان كيفاش يمكن لينا ندرجو المعلومات؟ اذا بالنسبه لهذا البادج هذا او هاد البطاقه هذه، انا غادي نفضل نختار نخدم بواحد الطريقه شويه بسيطه، اللي هي غادي ندرج واحد الجدول فيه جوج ديال الاعمده وجوج ديال الاسطر باش يسهل عليا كيفاش نحط المعلومات ديالي. اذا غادي نرجع، اذا غنكليكي في هاد البيبلي بوستاج ديال لي زيتيكيت، راه غادي تخدم انت غير على ايتيكيت وحده.
قول الوورد غادي يصاوب لك لي زيتيكات الاخرين اللي عندك على حساب العدد ديال المنخرطين بنفس الطريقه. دونك انا غادي نخدم على نموذج واحد والوورد غادي يصاوب لي النماذج كاملين. دونك انا غادي نمشي للانسيرت وغادي نختار هذه الاولى اللي على اليسار هي اللي كنخدم عليها انسيرسيون. غنمشي غندير طابلو. انا الطابلو ديالي غندير فيه جوج ديال الاعمده مع جوج ديال الاسطر وغادي نعاود نقادو باش نعمر هاد ليتيكات ديالي بحال هكا. اذا غادي نسيليكسيونيه كامل وغادي نمشي ل البوردور دونك كرياسيون دو طابلو بوردور. غادي نقول ليه اوكين بوردور. كنلاحظوا واخا درت ليه اوكين بوردور كنلاحظوا بانه عندنا هنا التقسيم ديال لي سيلول الخاصين بهذاك الطابلو، ولكن هادو راه ما تيبانوش في الوقت ديال الامبريسيون ملي كتبغي تطبع لي زيتيكات هادو راه ما تيبانوش. دونك انا التقسيم ديالي كيفاش غندير ليه؟ اذا هنا غادي نخلي غتكون عندي الصوره، هنا عندي لا بروفيسيون مثلا المهنه ولا كذا، هنا غادي ندير الاسم والنسب لا دات دو نيسونس، وهنا غندير رقم الانخراط. انت غادي يبقى لك تختار الطريقه ديال التقسيم ديال البطاقه ديالك كما بغيتي. حنا غنشوفوا الا قسمتي كيفاش غادي يمكن ليا ندرج المعلومات من خلال هذيك لا ليست اللي عندنا. دونك هنا غادي نمشي نكليكي مثلا هنايا، اذا الصوره بغيتها تجيني الوسط، اذا غنكليكي في البسط ديال الصوره وغنمشي لا ميزون باج، وغنجي هنا في لالينيومون غنقول ليه هنا سونتري. لا ميم شوز هنايا غندير ليه سونتري باش غتكون عندي لا بروفيسيون. هنا غادي تكون عندي منخلي المحادات على اليسار ما عندناش مشكل. نفس الشيء هنايا بالنسبه لرقم الانخراط غادي نديرو على ف غادي نسونتري. دونك هنا مزيان. اذا غادي نرجع للبيبلي بوستاج ديالي، غادي نكليكي مثلا على النمره هنا اللي على هذه الخانه اللي غتكون عندي فيها لا بروفيسيون. دابا غنجي لانسيغي ان شون. دابا غادي نحدد، انا دخلت دابا لا باز دو دوني البيبلي بوستاج ديالي، دابا غادي نبدا نقول ليه ها فين تحط ليا المعلومات، كل معلومه ها البلاصه ديالها. دونك هنا بغيت انايا تكون البروفيسيون، دونك غنكليكي هنايا وغنرجع للبيبلي بوستاج شون ديكريتور اي دانسيرسيون، غنمشي لانسيغي ان شون. دونك قلنا هنا بغينا تكون عندنا لا بروفيسيون، دونك ها هو تحط ليا لا بروفيسيون. هنا بغيت يكون عندنا لو برينو هو الاول، دونك انسيغي ان شون برينو، غندير اسباس لو نو اونتري. بغيت تكون عندي مثلا لا دات دو نيسونس، دونك انسيري ان شون لا دات دو نيسونس اونتري، انسيري ان شون وغنمشيو ادريس اونتري، ولتحت غتكون عندنا لا فيل. هنا غادي بغيتي يكون عندنا غير لو نيميرو داديزيون رقم الانخراط مثلا، اذا غندير نيميرو داديزيون. هنا كيمكن ليا نتحكم في لا ميزون باج ديال هذا ديال المعلومات اللي عندي. مثلا هاد لا بروفيسيون هنايا بغيتها غادي نرجع لاكوي وغنخدم عليها عادي، غنعطيها واحد لا طاي معينه مثلا لا بروفيسيون، نعطيها غرا ونعطيها واحد لا كولور مثلا حمراء. نفس الشيء مثلا بالنسبه للنيميرو، غادي نسيليكسيوني النيميرو داديزيون نبقى في اكوي، نكبر واحد شويه مثلا، نعطيها غرا، نعطيها واحد اللون مثلا ازرق. هنا غير كنبينو كيفاش يمكن لك، راك يمكن لك تتحكم في لا ميز اون فورم ديال هاد المعلومات اللي عندنا. هنا كنلاحظ بانه عندنا الفرق ما بين ليسباسمون ما بين لينين كبير. يمكن ليا مثلا اذا نتحكم فيه، اذا غنمشي لا ميزون باج نقص هذا هنا، نقدر نزيد واحد شوي ثلاثة مثلا، نعطيها غرا ولا نخلي هاد لو نو اي لو برينو نكبرو واحد شوية ونديرو نسونطريه مثلا بحال هكا. طيب دونك انا هاد الخدمة اللي كندير هنايا راه غتطبق على هنا. اذا كتبقى ليا الان طريقة ديال الاضافة ديال الصورة. اذا غادي نجي هنايا نرجع للبيبلي بوستاج، راه ما عنديش، ما يمكنش ليا مثلا غنجي هنا وندير انسيري ان شون ونقول ليه فوتو، حيت الا درت ليه فوتو راه غيجبد ليا غير الكلمات اللي مكتوبه في هذيك لا كولون اللي شفنا في الاول ديال الفيديو اللي فيها لا ليست اللي مصوبه بالاكسل.
يعني غيجبد لك واحد بوان بي ان جي جي بي جي ولا بي ان جي جوج، يعني السميه يعني لو تكست اللي مكتوب ماشي لو ليان. حنا ما بغيناش يجبد لنا لو تكست، حنا بغينا يجبد لنا الصوره. دونك هنا طريقه شويه مختلفه، يعني ما يمكنش لك دير انسيري فوتو، هنا خاصك تدخل واحد الكود. كندخلوا واحد الكود اللي هو غادي يقول الوورد بانه ما تجبدش ليا لو تكست اللي عندي في هذيك لا كولون، وانما غتجبد ليا الصوره اللي كاينه في هذاك لو تكست اللي هو عباره على شومه. اذا كيفاش غادي ندير الكود؟ اذا اول حاجه كنكليكي على كنترول اف 9، اذا نكبر شويه باش يبان. اذا كنترول اف 9 كيداروا لي هاد المعقوفتين هادو، غندخل الكود. الكود هو هذا انكلود بيكتشر افيك اي، راه عندنا اي ماجيسكو اسباس غيومي غيومي، وغنجي الوسط ديال هاد لي دو غيومي، عاد غنرجع للبيبليك بوستاج ديالي. هنا غادي نقول ليه انسيري ليا لا فوتو. اذا كنلاحظوا بانه ما بقى عندنا والو، ما طرا والو، ولكن حنا غادي نشوفوا بانه كيفاش غيجبدوا لنا هذا الصوت. الان بعد ما درت هذه الخطوات كاملين، غادي نرجع غندير متر اجور لي زيتيكيت. اذا تلاحظوا بانه لي زيتيكيت ها هما صايبوا عندي بنفس الطريقه، يعني هنا غتكون عندنا الصوره، هنا غتكون لا بروفيسيون، هنا لو نون لو برينون مسونطريين، تحت منه لا دات دو نيسونس لادريس لا فيل اي لي نوميرو داديز. تلاحظوا بانه باقي ما عندناش سميات وما عندناش الصور. الخطوه المواليه غادي نمشيو هنا تيرميني اي فيزيوني، غادي نكليكي عليها ونختاروا الاختيار الاول اللي هي موديفيي لي دوكيمون انديفيديوال، غنخليوها في لو شوا ديال توس وغنكليكيو على اوكي. مزيان هنا تلاحظوا راه ولاو عندنا، راه خرج لينا ان اوتر دوكيمون ديال الوورد. راه لاحظنا هنا راه ولاو عندنا جوج، الاول اللي خدمنا عليه والثاني ملي كليكينا على ديك فيزيوني تيرميني اي فيزيوني، هو هذا الثاني. تلاحظوا بانه ها هما المعلومات تعطاونا تختلفوا، مثلا الاول بروفيسور، ها الاسم، ها العنوان، ها لا دات دو نيسونس، ها لا فيل، وكل واحد هنا مثلا 1023 1024 1025، الاول بروفيسور، كوميرسون، ميدسان، انفيرميير، شوفور، انسينيونت، على عندي 16 جبد ليا جوج ديال الصفحات. اذا كل وحده صوبها ليا. كيبقى ليا المشكل انه كنلاحظوا بان الصور ما مجبودينش. اذا باش نجبدوا الصور، اذا خصني نتبع هاد الخطوات. اذا بعد ما كليكينا على فيزيوني، اذا غادي نمشي نكليكي على اف 12 اف 12 باش نحفظ هذاك هاد نحفظ هاد الملف الجديد. خصني نحفظه في نفس الملف في نفس المجلد، وهذه مساله دائما كنقول مهمه. اذا عندنا حنا الدوسي سميتو بيبليك بوستاج، الملف الاخر سميتو باتش، غنسميه مثلا هنا نسموه لي زامبريمي، وغندير انروجيستري. الان غندير كنترول ا، جو في غان سيليكسيوني كلشي كنترول ا، وغنكليكي على اف 9. اذا كيف كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بانه تمت اضافه الصور بالترتيب اللي عندنا في لا ليست ديال الاكسل ديال الاكسل. اذا ها هما الان البطائق جاهزة بالأسماء بالعناوين بالمدن برقم الانخراط لي بروفيسيون ديالو. إذا هذه هي طريقة إنجاز بطاقات الانخراط أو البادجات باستعمال بيبليك بوستاج مع إدراج كذلك حتى الصور. وشكرا لتتبعكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.